برعاية وحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، أعلن رسميا عن نصف ماراثون قوى الأمن الداخلي العاشر بعنوان سباق ضد المخدرات. الإعلان الرسمي أقيم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية بحضور حشد من الشخصيات العسكرية والرياضية والاقتصادية ورجال الصحافة والإعلام، وتخللته كلمات عدة أشادت بدور قوى الأمن الداخلي في دعم الشباب ومكافحة المخدرات، وتحديدا اللواء بصبوص الداعم الأول للرياضة ومدير السباق ومسؤول الرياضة في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفي. هالتسمية هيدي اخترناها انطلاقا من قناعتنا انه الاضاءة على آفة المخدرات عن جدوى هالاضاءة هيدي، والتحذير من مخاطرها وضرورة التوعية من هالمخاطر هيدي. السباق العاشر صحيح عم يتكرر ونحن مبسوطين انه عم يتكرر، ولكن ما في تكرار مثل ما هو. على طول نحن عم نتقدم بطريقة التنظيم بالعدد المشارك بتفاصيل كثيرة. 26 من الشهر الحالي موعد نصف ماراثون قوى الأمن الداخلي العاشر سيكون مناسبة لرفض المخدرات وفرصة للتوعية والاتجاه نحو الرياضة التي أصبحت عنوان طلاق مع قوى الأمن الداخلي. إبراهيم وهبي، قناة الجديد.